يعني دي كان ملخص مسلسلات رمضان، لكن أهم أيضا ما يميز الشهر الكريم هو الدورات الرمضانية، لأنها بتكون سمة رئيسية في كل شوارع تقريبا يعني مصر. علشان كده كان في حرص من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أن هي تنظم دورة رمضانية بشكل فيه نوع من أنواع روح التنافسية وتعزيز كمان أواصر الأخوة والصداقة ما بين المؤسسات التابعة ليها. يعني في الحقيقة كمان الشركة المتحدة نشرت جو من الألفة والمحبة بين جميع العاملين. تعالوا نشوف أجواء الدورات الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أكتر حاجة مميزة في شهر رمضان هي اللمة، لمة الفطار، لمة السحور، وكمان لمة الملعب اللي بتكون من خلال الدورات الرمضانية اللي بتعتبر من أهم مظاهر شهر رمضان ومنتشرة في كل شوارع ونوادي مصر. لكن الأحلى في اللمة دي إنها تكون منظمة من شركة أو مؤسسة بتحترم وتقدر العاملين فيها، وده بالظبط اللي عملته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال تنظيمها للدورة الرمضانية لدعم وتنمية مواهب العاملين بالشركة في قطاعاتها المختلفة. الدورة انطلقت هنا في مركز شباب الجزيرة، والحقيقة في أجواء من التعارف والمحبة والقرب بين كل العاملين بالشركة. تعالوا بينا نعيش أجواء وتفاصيل الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. القناة الأولى قناة محترمة جدا 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 في الملعب، كلهم لعيبة، احنا يمكن كنا عاملين حساب ليهم جدا وحاولنا نقفل الملعب لانهم ما شاء الله كل اللعيبه كل اللعيبه ما شاء الله كلهم كويسين جدا جدا. احنا في ناس هنا 10 سنين ولعبنا مع بعض كوره كتير، وهم بجد 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 فريق محترم. دي الروح بقى، وده الهدف، ده الهدف يعني، دي مش شركه المتحده، دي فرقه محترمه جدا، واحنا عملنا لهم حساب وهم ما شاء الله يستحقوا الفوز. وفي الاخر هي كوره الروح. الروح دي حلوه طبعا يا استاذ احمد. زمايل واخوات، وطبعا نعرف بعض يعني خارج اطار الشركه، والشركه كمان زودت العلاقات ما بيننا اكتر يعني. بشكر طبعا الشركه المتحده على المجهود العظيم اللي عاملاه في دوره عظيمه، دوره رمضانيه لجميع الشركات المتحده، والحمد لله رب العالمين. شركة استادات عاملة فرقة كويسة، ومن ماتش لماتش بنتقدم. أول ماتش كسبنا 4-1، الحمد لله رب العالمين فرق 3، والنهاردة الحمد لله كسبنا 3-0، ولغاية آخر ماتش محتاجين نجيب جوان كمان، لأن احنا عارفين إن احنا عندنا أحسن من كده وعندنا لعيبة أحسن من كده، بس عندنا إصابات. بس الحمد لله رب العالمين، ده انذار لكل الفرق ان شاء الله استادات قادم. طبعا في البدايه بحب اشكر الاداره الشركه المتحده، دي كانت مناسبه كويسه جدا ان احنا كلنا نلتقي والناس كلها تتعرف على بعضها في كل القطاعات وكل القنوات. دي كانت فرصه يعني كويسه لينا، واحنا مبسوطين جدا الحقيقه بيها. البطوله طبعا الحقيقه تنظيم على اعلى مستوى، واحنا كفريق القناه الاولى استعدينا للبطوله الحقيقه، عملنا ماتشات يعني تجريبيه كتيره في على نفس الملعب، ملعب المباراه قبل البطوله، ويعني كنا نامل ان احنا نكمل في البطوله. الحقيقه يعني كانت فرصه كويسه جدا ان كل اسره القناه الاولى بكل الادارات بكل القطاعات بكل يعني الفريق بتاعنا مميز، ان هو كل الادارات ممثله في الفريق، فكان نفسنا ان احنا نكمل، لكن الحمد لله يعني خرجنا بركلات الترجيح. الشركه المتحده يعني كيان كبير طبعا، وعامله لنا حاجه جديده اول مره بنشوفها، دي حاجة بسطتنا كلنا طبعا. أداء الفريق زي ما أنت شفت، الفرقة مموتة نفسها يعني، وده تاني ماتش لينا، إحنا عملنا أداء كويس. يمكن النهاردة ما كانش أحسن من كده بسبب الإصابات اللي في الفرقة، ويعني كان في شوية مشاحنات في المباراة، بس ده الطبيعي يعني. إحنا كنا نتمنى نكسب، بس خرجنا بضربات الجزاء يعني، ودي حظ يعني. أولا في البداية بقول هارد لك لفرقتي، وجود لك لفريق بي انتراكتيف، عمل مباراة كويسة. هي ضربات الجزاء طبعا هي ضربات حظ، ملهاش كبير، مين يكسب مين يخسر مش مهم، لكن احنا يعني انا بشكر حبيبي يا كابتن، جود لك ليكم. لكن انا بشكر حقيقي الشركة المتحدة على التنظيم، اولا عرفتنا على ناس وخلتنا نشوف ناس بنشوف اسمائهم بس وبنسمع عنهم لكن ما بنشوفهمش، لكن النهارده دي كانت فرصه عظيمه جدا ان احنا نتجمع واشوفك واشوف كل اصحابي سواء من فريق العمل من ورا الكاميرا او من قدام الكاميرا. حقيقه حاله ممتازه جدا، واتمنى ان هي تتكرر كتير. احنا طبعا حابين نشكر الشركه المتحده النهارده على التنظيم، وان هي جمعت الفرق كلها والشركات، احنا كلنا شركات كبيره يمكن ما اتقابلناش قبل كده، اتقابلنا النهارده، فدي حاجه عظيمه جدا من الشركه المتحده ان هي جمعت الناس دي كلها واللعيبه دي كلها،
والموظفين كلها في حاجه زي كده، فطبعا حابين نشكرهم في المقام الاول. تاني حاجه احنا ان شاء الله يعني احنا محضرين للبطوله دي من قبلها بشهر تقريبا، الحمد لله خلصنا دور ال 32 وادينا عدينا من دور ال 16 الحمد لله، وعينينا ان شاء الله على البطوله وان احنا ناخد الكاس باذن الله. اختلفت المهام الوظيفية لكل اللعيبة في الفرق، لكنهم اتجمعوا تحت مظلة واحدة وهي أسرة المتحدة. أجواء من المحبة والمنافسة الشريفة قدرت تحققها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بين أبنائها، وده نجاح مهم بيؤكد استثمار الشركة في بناء قدرات العاملين وإظهار مواهبهم، وكمان إنجاز جديد بيضاف لسلسلة إنجازات الشركة إعلامياً ودرامياً وكمان رياضياً. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.